وجدنا تلك الأشياء على الشاطئ، أشياء ترونها لأول مرة في حياتكم. سنقدم لكم في هذا المقطع الرائع معلومات مدهشة ستعرفونها لأول مرة. هيا شاهدوا معنا هذا الفيديو دون إضاعة الوقت، لكن لدينا طلب قبل بداية هذا الفيديو. إذا لم تكونوا مشتركين في قناتنا عليكم الاشتراك الآن وتسجيل الإعجاب. 1. هل تؤمنون بالخيال؟ هناك بعض المخلوقات التي تعيش في البحار، ترون أمامكم نوعا من أنواع قناديل البحر وكأنه يعيش بكيس. فهذا القنديل نادر للغاية، لديه القدرة على التحول ويصبح كأنه كيس بلاستيكي. ففي عام 2019 استطاع العلماء تصوير هذا الفيديو بصعوبة باستخدام آلة تحكم عن بعد. فهذا القنديل يبلغ حجمه حجم كيس كمامة، جسمه شفاف ويمكنكم رؤية حجمه الحقيقي، فهو يشبه حبة الفاصولياء، والجزء المنتفخ حوله يمتلئ بالقنوات المتصلة ببعضها البعض. هل رأيتم من قبل مثل هذا القنديل النادر؟ 2. هل أصبتم بالحازوقة من قبل عند شرب المشروبات الغازية؟ إذا كنتم لا تحبون هذا الشعور فأنتم لستم بمفردكم، فهذا التصرف ليس مقبولا عامة. الحازوقة عملية مهمة لطرد الغازات من المعدة والتي تضغط على الأعضاء الداخلية للإنسان، لكن هل تصاب القطط بالحازوقة؟ تصاب القطط بالحازوقة التي تجعلها تتصرف بغرابة. هناك عدة أسباب لتصاب القطط بالحازوقة، تصاب بالأكل الزائد أو عند ابتلاعها كمية هواء زائدة. لكن لماذا يكبر بؤبؤ عينيها أثناء الحازوقة؟ هذا التصرف يحدث بالجهاز العصبي عند ازدياد نسبة الأدرينالين في الجسم، وهذا يوضح سبب كون القطط مخلوقات خائفة بطبعها، فرد الفعل السريع عند خوفها يزيد من عمرها، وتعد الحازوقة رد فعل لخوف القطط. 3. ما أغرب شيء وجدتموه على الشاطئ؟ هل حذاء أو رسالة بداخل زجاجة؟ ما تفكيركم حول هذا الكائن؟ لا تقلقوا، فهو ليس أول شيء يتبادر إلى أذهانكم. فهذا المخلوق البحري يطلق عليه هانجي كوردو. ففي عام 2019 ضربت تلك المخلوقات البحرية التي يصل طولها إلى 25 سنتيمترا ساحل فرانسيسكو بعد العاصفة. هذا الكائن الذي يشبه العضو التناسلي الذكري كان يحمل الصفات البحرية، لكن عندما رمته العاصفة على الشاطئ أصبح يمكنه العيش على الرمال. هذا الحيوان يجذب العديد من المخلوقات البحرية كما جذب انتباه الإنسان، فذلك المخلوق يستهلكه سكان شرق آسيا بالصين وكوريا واليابان كثيرا. هذا الكائن يشبه دودة ضخمة ولونه وردي. حسنا، من يريد تذوق ذلك المخلوق الغريب؟ 4. يمكنكم لعب التنس في مركبة الفضاء بقطرة مياه. هذا قد يبدو غريبا، لكن رائد الفضاء هذا قام بالاحتفال بنجاحه باستخدام مضربي تنس الطاولة وقطرة المياه، حيث استخدم قطرة كبيرة من الماء كأنها كرة، والمضارب كانت مصنوعة خصيصا فهي محاطة بالتفلون وبعض المواد الأخرى. هيا نشاهد ما قام به رائد الفضاء عن كثب. 5. هذه الصورة ليست من فيلم كرتون أو رسم، فأنتم تنظرون إلى تمثال مصنوع بتقنية خاصة. هذا التمثال يعكس كل شيء أمامه، لكنه يظهر كأنه من قصة خيالية. يعكس هذا التمثال المصنوع بمواد معينة في أستراليا الأرض والسماء، ويبدو كأنه جزء من فيلم كرتوني. هذا التمثال قطعة فريدة من نوعها، أليس كذلك؟ 6. نشاهد زهرة ذكية. اختفت إحدى الزهور المعروفة من الصين فجأة. يتم استخدام هذه الزهرة بكثرة في العلاج الصيني، وكانت الفكرة السائدة عند اختفائها وجود عدو لها، وبالطبع هم الأشخاص الذين يصنعون الدواء. فهذه الزهرة لم تنقرض بل قامت بتغيير لونها لتختفي بعيدا عن أعينهم، فتحول لونها من الأصفر والأخضر إلى الأحمر والبني. 7. هناك بعض الولادات المختلفة في عالم الحيوان، والخطوات الأولى للحيوان تكون محاطة بالفشل. فهذه اللقطات التقطت لأحد صغار الزراف بحديقة الحيوان وهو يحاول الوقوف لأول مرة، وأصبح مثل بامبي الشخصية الكرتونية. وقف الأشخاص بالقرب منه وشاهدوا فشل محاولاته، لكنهم تركوه لأن الزرافة أحد الحيوانات سريعة التعلم. الزراف يقوم بتعليم صغاره في البيئة الأفريقية قبل نقله. هذه الزرافة الصغيرة يبلغ حجمها 100 كيلوغرام تقريبا وطولها متران. تلد الزرافة وهي واقفة حتى لا تؤذي وليدها. يحاول صغير الزرافة الوقوف بعد ولادته، ويستطيع الوقوف بعد 9 دقائق من ولادته. هل كنتم تعرفون أن الزرافة تتعلم أسرع من الإنسان؟ أحد دكاترة الأعصاب بالجامعة أعد دراسة حول الجهاز العصبي للزرافة، ووجد أن الجهاز العصبي للزرافة عند مولدها يساوي الجهاز العصبي لدى طفل يبلغ عاماً. الزرافة تتعلم أسرع من الإنسان 11 مرة.
انتهى هذا المقطع الذي تحدثنا فيه عن أغرب الأشياء في العالم. ما أغرب شيء نال دهشتكم؟ أخبرونا في التعليقات. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بقناتنا. نراكم قريباً.